في تصميم الوسادة رعينا البساطة في جميع التفاصيل من المواد المستخدمة في التصنيع لأدوات التصنيع وطريقة التصنيع بحيث يكون أي كان قادر على تصنيعها وخصوصا منهم في المناطق المحاصرة. هيدي الوسادة تم اختبارها وفق استندارات البريطانية ووفق معاملات أمان عالية. طبعا الفكرة من اختبارها وفق استندارات البريطانية هي الوصول إلى درجات أمان عالية في استخدامها، وهي الآن قابلة للاستخدام وآمنة جدا في الاستخدام. طبعا الوسادة الهوائية مستخدمة في المساعدة في انتشال العرقية من تحت الأنقاض، فهي بتكون حل رائع كونها سماكتها قليلة أقل من 2 سم، فنحن قادرين ندخلها تحت الأنقاض وبالتالي رفع هذه الأنقاض وأنقاض العرقين تحتها. الوسادة الهوائية ببساطة هي كيس قابل للملء بالهواء المضغوط، فيصبح بذلك قادر على رفع أوزان كبيرة. ترى هذيك يلا داخلة ها تحت ما يأثر؟ لا داخلة داخلة تمام. ارفع خلينا نشوف احسن هيك احسن ارتفاع.